فكرة تحفة وسهلة جدا. فوق مقاسه 5 × 11، هاخد 2 سنتي من فوق كده و2 سنتي من تحت، وهاخد 1.5 من هنا و1.5 من هنا. هيطلع معانا المستطيل اللي في النص ده، هفرغه، هقص قلب صغير على الفوم وهفصله عن بعض من النص كده على شكل زجزاج. لزقت نص القلب على القطعة دي، وهحتاج قطعة كمان مقاسها 2 × 11، وهحطها من تحت كده، وهحط شمع على الجزء اللي ظاهر منها ده، وهثبت النص التاني. 13 × 22 هتنيها بالنص، ومن عند الأطراف كده هعمل شكل بسيط. عملت خطوط صغيرة كده باللون الأبيض على أطراف الورقة، مقاسها 10 × 12، وكمان هعمل دواير بالخرامة والفوم السيلفر. ممكن تخلوا دول رسالتين او صورتين، يعني زي ما انتوا عايزين. بجد شكلها تحفة وتنفع لمناسبات كتير.